وللتعليق أكثر على قرار القضاء في العراق إطلاق سراح المتهمين بتنفيذ مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالى ونفوذ الميليشيات، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا ومرحبا بك أستاذ زياد. أهلا وسهلا، تحياتي لكم أهلي أخي العزيز، حياك الله. جريمة مسجد مصعب بن عمير في ديالى وقعت في وضح النهار والجاني فيها معروف وتحت قبضة القضاء، ما قراءتكم لإطلاق سراحهم اليوم على وقع استنكار حقوقي دولي؟ مزهر الزركوش الذي قام مع مجموعة من الميليشيات في 22 من آب 2014 باستهداف مجموعة من المصلين الآمنين داخل مسجد مصعب بن عمير، هذه جريمة نكراء وقعت في داخل العراق، وامتصاص غضب الجمهور والناس بذلك الوقت، اعتقلوا تلك المجموعة وحكموا عليها بالإعدام أو حكموا بالإعدام، ثم بعد ذلك بعد أن تمت الصفقة مع القضاء تم تسليمهم وثم الاستئناف ثم البراءة. اليوم الحقيقة كل المعطيات في هذه القضية واضحة، الحدث جرى في وضح النهار، المجرمين معروفين، الشهود أكدوا كل شيء، لكن هذا هو القضاء العراقي بعد 2003، هذا القضاء الذي تهيمن عليه الميليشيات، تهيمن عليه العصابات، الإجرام والقتل. للأسف الشديد يتم إطلاق سراح مجرمين، هذه الحالة هي التي تعيدنا إلى المربع الأول، وهو أخذ الثار من قبل هؤلاء بقوة السلاح وليس بقوة القضاء والدولة، لأن هناك غياب كامل للدولة العراقية وغياب كامل لمؤسسات الدولة والقضاء العراقي الذي يقف عاجزا أمام تلك الميليشيات. هناك عشرات من المواطنين الأبرياء سقطوا شهداء وهم آمنين في المسجد، بينما المجرم الجاني حر طليق، ويتم الحقيقة إطلاق النار والأزهازيج فرحين بإطلاق سراحهم. هذه كارثة واستفزاز كبير، وتقودنا إلى الحقيقة إلى المربع الأول، تقودنا إلى بعض الطائفية، تقودنا، وهذا لا يريده أبناء الشعب العراقي، ولكن الحكومات المتعاقبة والقضاء يصر على تبرئة الذين يعملون مع الميليشيات، يصر على تبرئة المجرمين والمافيات والفساد. هناك حوادث سمحت لي، يعني اليوم المواطن العراقي سوف يسأل سؤال بهذه الحالة، هنالك الكثير من الأبرياء معتقلون داخل السجون العراقية وكثير منهم تحصل على براءته لكنه ما زال معتقلا وما زال ذويه يبتزون ماليا ومعنويا لإطلاق سراح ابنهم البريء، بينما هنا الجريمة متكاملة، الأدلة الملموسة موجودة، الجرم واضح والمجرم أصبح بريء ويطلق خلال أقل من يوم، كيف سيفهم المواطن العراقي هذا؟ الحقيقة هناك فهم واحد لهذا الإجراء، وهو أن من يحكم العراق هو قانون الغاب، وأن الفاسدين دائما ما يأخذون صفقات وبنفس اليوم يتم إطلاق سراحهم، وكل من يتعامل مع العملية السياسية سواء كانوا من هذا المكون أو ذاك ويرضخون للأوامر الإيرانية تسقط عليهم كل التهم، وحتى إن كانت تهم كيدية تسقط التهم كلها، المهم يتعاملون مع هذه العملية السياسية ومع الوضع الراهن ومع تلك الميليشيات. لذلك لا نستغرب من الحكم ببراءة المجرمين الذين ارتكبوا جرمهم في وضح النهار، بينما أبناء المحافظات الأخرى يقبعون في السجون بتهم منها تشابه أسماء ومنها وشاية ومنها مخبر سري، وهناك من يتم إطلاق سراحه ولا يتم تنفيذ الأمر. كل ذلك يجري أمام الحكومة التي هي عاجزة عن تقديم العدالة لأبناء العراق وأبناء مكونات بحد ذاتها، لأن هذه السياسات سياسات تراكمية وليست وليدة اللحظة، وإنما سياسات بدأت مع احتلال العراق في 2003 ولحد هذا اليوم. هل يمكن أن نقول أن هنالك دوافع طائفية وراء أوامر محكمة التمييز بالبراءة لهؤلاء الجناة وإطلاق سراحهم فورا؟ نعم، هناك بكل تأكيد دوافع طائفية، ولكن الحقيقة هي هناك دوافع القوة التي تفرض حتى على القضاء من قبل تلك الميليشيات. يعني اليوم القضاء هو يريد أن يكون جزء من الظلم ولا يكون ضحية
مثله مثل بقية المكونات. القاضي الذي يرفض الأمر، القاضي الذي لا يمتثل، يعني ممكن استهدافه. هناك ضباط نعرف في محافظة بابل في بغداد رفضوا إصدار جوازات لإيرانيين، تم تصفيتهم والكل يعلم ذلك. إذا هناك قاضي في مدينة الموصل دخلت عليه قوات وأطلق سراح عابر فوج لواء 30 واحد الكتو بقوة السلاح وأهانه القاضي في المحكمة عندما أراد استدعائه، واستدعاه بالفعل إلى المحكمة ولكنه لم يمتثل، وإنما تم إهانة القاضي في داخل المحكمة. فإذا قوة الميليشيات هي القوة الأولى والسطوة الأولى لها في داخل العراق اليوم، والسلاح هو اللغة التي يتم نعم نعم التعامل مع بقية مؤسسات الدولة. السؤال الأهم هنا، ما هو الأثر الذي سيتركه قرار إطلاق سراح المتهمين على السلم والأمن المجتمعي؟ لا شك بأن هذا القرار قرار ظالم ومجحف، وله بالعكس ردود أفعال متباينة من الذين تم استهدافهم الضحايا، لهم أخوة لهم أبناء. أكيد نحن مجتمع عشائري ومجتمع لن يسكت عن حقه، وهذا الأمر يقودنا للأسف الشديد إلى أمور لا يحمد عقباها. الحقيقة الحكومة اليوم مطالبة بإعادة النظر بتلك القرارات ومحاسبة الجناة والمجرمين، وإلا لربما نشاهد أمور غير يعني غير محبوبة في داخل هذا نعم. المجتمع. هناك رد فعل انعكاسي على هذا الأمر، ولربما ردود أفعال سلبية في هذا الأمر، وهذا ما لا نريده حقيقة، وإلا لربما نعود إلى حرب طائفية. الحكومة جزء من هذه الحرب الطائفية، وهي من أشعلت هذه الحرب الطائفية، نعم. ولا نريد هذا الأمر. كلنا كعراقيين بكل المكونات، هذه حقيقة واضحة للجميع، ولكن هذه الميليشيات وهذه الحكومة تريد هذا الأمر بطريقة أو بأخرى، لأنها تعتاش على الأزمات نعم نعم والمواقف الصعبة في داخل العراق. هل تتوقع أن هنالك رسالة تريد الميليشيات إرسالها من هذه الواقعة تبرئة الجنات برأيكم؟ لا شك بأن رسالة المجرمين والمافيات الفصائل والهيئة هي رسالة واضحة بأن من يعمل معنا هو فوق القانون، ومن يعمل ضدنا فهو ضحية لنا وضحية سهلة المنال، لأن لا ظهر لهم، لا حكومة تداعي بهم، لا قضاء يداعي بهم. اليوم وسيلتنا الوحيدة هي وسائل الإعلام الشريفة التي تنادي بحقوق المظلومين، لكن الميليشيات وسطوتها تقول بأن القوة الآن هي قوة السلاح، نعم أو القرار هو قرار السلاح، والعدالة هي عدالة السلاح فقط، وقانون الغاب من يحكم العراق. ولذلك الحقيقة هذا الأمر خطير جدا جدا على المجتمع، والتحديات كبيرة أمامنا كعراقيين وأمام هذه الحكومة التي تقف عاجزة. الإعلامي والصحفي العراقي الأستاذ زياد السنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا، شكرا جزيلا لك.